أن الأحكام الوضعية بعضها مجعول بنحو الاستقلال وبعضها منتزع عن الحكم. من هنا لا بد أن يتضح ما هو المراد من الانتزاع. الوجودات على ثلاثة أقسام: إما وجود حقيقي كالجواهر والأعراض، إما وجود اعتباري محض، وجوده وعدمه بيد المعتبر كالقيمة للأوراق النقدية. هذه القيمة للأوراق النقدية وضعها ورفعها بيد المعتبر. في اليوم الذي قال في الإذاعة والتلفزيون أنها معتبرة فهي معتبرة، في اليوم الذي يسقط اعتبارها فهي ماذا؟ ساقطة، تكون أوراق خالية. هذا نوع من الوجود وهو الوجود الاعتباري. وقسم من الوجودات لا هو حقيقي من قبيل الجوهر والعرض، من قبيل الوجودات الخارجية، ولا هو اعتباري محض، بل هو انتزاعي. يعني ماذا؟ يعني ليس موجودا في الخارج ولكنه منشأ انتزاعي موجود في الخارج. فلهذا ليس وضعه ورفعه بيد المعتبر، بل وضعه ورفعه بيد منشأ الانتزاع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الفوقية. الفوقية أمر انتزاعي، وجود انتزاعي، ولكنه أنت كيفما تشاء تستطيع أن تعتبر الفوقية وعدم الفوقية، أم لا بد أن يكون وضع خاص في الخارج حتى تعتبر الفوقية والتحتية. أنت تستطيع أن تقول هذه الأرض أرض الغرفة فوق، تستطيع ولا تستطيع؟ خلاص مو فوق، فوق هذه تحت. نعم هذا السقف ماذا؟ فوق. إذا تبين جعل الفوقية والتحتية مو بيدك، وإنما تابع لمنشأ الانتزاع في الواقع الخارجي. خب يوجد عندنا شيء وراء السقف في الواقع نسميه فوقية في الخارج. في الخارج كل ما يوجد عندنا هذا السقف بهذه المواد. خب لو سألتك أين الفوقية؟ تقول الفوقية هو مو مثل البياض يعرض على الجسم. الفوقية أمر ينتزع من نحو وجود خارجي. وهذا معنى قولهم أن الأمور الانتزاعية موجودة في الخارج ولكن لا بوجود محاد بل بمنشأ انتزاعها. حتى الآن يوجد مطلب آخر، وهو أن منشأ الانتزاع قد يكون أمرا تكوينيا وقد يكون أمرا اعتباريا. منشأ الانتزاع يختلف، قد يكون تكويني وقد يكون ماذا؟ اعتباري. منشأ الانتزاع التكويني كالسقف، منشأ الانتزاع التكويني الاعتباري كالوجوب الذي يجعله الشارع. أوجبت الصلاة، الوجوب أمر اعتباري لو تكويني. بعد درستم بأن الوجوب ماذا؟ اعتبار. ولهذا قالوا أن الاعتبار ماذا؟ خفيف المؤول. فهنا نقول أن منشأ الانتزاع قد يكون أمرا تكوينيا في الخارج وقد يكون ماذا؟ أمرا اعتباريا، ولكن الانتزاعية تبقى حقيقية لأنه منشأ الانتزاع هو منشأ الانتزاع. الفرق أن المنتزع منه قد يكون تكوينيا وقد يكون اعتباريا، وإلا الانتزاع أمر حقيقي. الانتزاع أمر حقيقي أم اعتباري؟ نفس عملية الانتزاع أمر حقيقي، ولكن منشأ الانتزاع قد يكون تكوينيا وقد يكون اعتباريا. واضح هذا المطلب؟ إذن الأمور على ثلاثة أقسام: حقيقية، اعتبارية، انتزاعية. والأمور الانتزاعية حقيقية، التفتوا جيدا، والأمور الانتزاعية حقيقية إذا كان منشأ انتزاعها حقيقي، اعتبارية إذا كان منشأ انتزاعها ماذا؟ اعتباري. ولكن نفس عملية الانتزاع شو تكون، حقيقية واعتبارية أم دائما حقيقية؟ نفس عملية الانتزاع دائما حقيقية. يعني أنت لا تستطيع سواء كان منشأ الانتزاع تكوينيا أو منشأ الانتزاع اعتباريا، أنت لا تستطيع أن تنتزع كيفما شئت. لأنه ذكرنا في الأمور الانتزاعية ماذا؟ ليس من قبيل الأمور الاعتبارية حتى وضعها ورفعها بيد من؟ بيد المعتبر. الأمور الانتزاعية أيضا وضعها ورفعها بيد من؟ وبيد المعتبر.
وإنما وضعها ورفعها بيد منشأ انتزاعها. نعم إذا كان منشأ الانتزاع اعتباريا فالأمر الانتزاعي يكون اعتباريا، أما نفس عملية الانتزاع فهي ماذا؟ فهي أمر حقيقي. هذه النكتة احفظوها جيدا.